حياكم الله مشاهدينا الكرام. إنه نظام التعليم السليم مهم لكل بلد في العالم، لأن سيظهر من خلاله جيل قادر على قيادة البلد. فهل نظام التعليم في العراق سليم أم لا؟ طبعا هناك مرحلة مهمة يمر بها الطلاب، وهي مرحلة السادس الإعدادي، لأن يعني يعتبر من خلالها أنه هي مرحلة يحدد بها المصير للطالب. إذن بحلقتنا لهذا اليوم سنناقش موضوع السادس الإعدادي ومصطلح البكالوريا وتأثيرها على الطالب، وهل فعلا مرحلة يحدد من خلالها المصير أم لا؟ تفاصيل أكثر أكيد سنشاهدها بحلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل الخوض بهذه التفاصيل تعالوا نشوف التقرير وراجع لكم. ما بعد المرحلة الابتدائية والمتوسطة يدخل الطالب المرحلة الأصعب وهي الإعدادية، وبالخصوص مرحلة السادس، وهنا يبدي يمر الطالب والأهل بمرحلة نفسية هواية صعبة فيها ضغط والتزام وتركيز ومتابعة، وهذا الموضوع يتكرر كل سنة. فالطالب دائما ما يبدي باندفاع وحماس، بس بمرور الوقت يفشل بالتخطيط، والبعض منهم يلتهي مع الأصدقاء والألعاب وغيره، إلى أن يصاب بصدمة مفاجئة بعد اكتشافه أن الوقت انتهى واقتربت امتحانات البكالوريا، وهنا تكمن المشكلة. كلنا نخلي خطط ونفشل بيها، وهذا مزعج، لأن الواحد منا يخطئ في توقعاته عن نفسه، فيتصور أنه أفضل وأقوى ذاكرة وأكثر ذكاء. المتابعة مهمة دائما، فيما يشددون المختصين على المتابعة اليومية حتى وإن كانت ساعة واحدة يوميا، لأن يؤثر بشكل مباشر بالامتحان النهائي. صحيح أن المنهج يمكن دراسته في وقت قصير، لكن أدمغتنا تحب أن تتعلم بشكل متقطع، أي أنها تأخذ وقتها في فهم المادة. لذلك المتابعة اليومية وعدم التهاون جدا مهم، لأن التأجيل اليومي والاعتماد على عطلة الشهر قبل الامتحانات خطأ، والطالب يجد نفسه يدور في حلقة مغلقة، ولهذا يصاب الكثير منهم للأسف بالرعب والاكتئاب. وعلى وزارة التربية إعادة النظر بالكثير من القرارات الفجائية اللي أدت إلى تدهور الواقع التربوي في العراق، وترك الطالب يعتمد على نفسه في إكمال المنهج المقر وأداء الامتحان بشكل سلس، والضغط على إدارات المدارس بمحاسبة المدرسين الذين يتعمدون التسويف للمادة الدراسية وعدم إيصالها للطالب لدفعه إلى الدروس الخصوصية. بعد ما رجعنا من التقرير مشاهدينا الكرام، طبعا الطالب يمر بسلسلة من المراحل ووصوله إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة السادس الإعدادي. نشوف الطالب شقد ما كان متفوق بالمراحل السابقة، شقد ما كان يعني يجيب درجات عالية، شقد ما كان إنه هو عنده حلم يسعى إلى تحقيقه، لكن مجرد وصوله إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة السادس الإعدادي، ومجرد إنه هو يسمع بمصطلح البكالوريا، نشوف إنه ينتابه الشعور بالخوف والقلق من عدم تحقيقه للحلم. طبعا مجرد انه دخوله الى قاعة الامتحانات تتغير الملامح، نشوف انه هو ينتابه شعور بالخوف من النسيان بالاجابة، انه هو ما راح يعرف الاسئلة او ما راح يعرف طبيعتها. هذا كله بسبب اللي سمعه من اقاربه من اصدقائه انه مرحلة البكالوريا هي مرحلة صعبة، مرحلة البكالوريا مرحلة انه هي بها حياة او موت، مرحلة انه هي كثير من الطلاب جاتهم حالة اغماء، جاتهم حالات انه اصابتهم بالاكتئاب، بالحالة النفسية. بعض الطلاب تركوا الدراسة مجرد وصولهم الى هذه المرحلة. طبعا الامتحانات تظهر عليها ملامح الخوف واجواءها الخاصة، تحديدا بالعراق نشوف الاجواء هي تكون نوعا ما غير ملائمة بسبب الحار، بسبب القاعات تكون هي غير مجهزة بالمراوح، بوسائل الراحة للطالب، بالاضافة الى تنقل الطلاب من مدرسة الى اخرى، يعني مراكز الامتحانية، هذا كله يدعو الى الخوف، يدعو الى وصول الطالب مرحلة الاكتئاب، مرحلة انه هو يشوف وين داخل معركة أم شنو، لأن هو مجرد أنه يدور على مركز الامتحاني أو يبدلون المدرسين. هذا التربية باعتقادها أنه هذا سبيل الحرص على الطالب، الحرص على أنه يتميز المتفوق وتصير عملية بنجاح، لكن متناسين أنه هذا يؤثر على الطالب بصورة كبيرة، بالتالي راح يؤثر على معدله. إذن مشاهدين الكرام، عندنا سؤال دائما ما يطرح من كل الطلاب وكل الأهل، الخوف والقلق هل هو أمر طبيعي؟ وحتى الطلاب نأثر أو نركز على مصطلح البكالوريا، إلها تأثير فعلا على الطالب وعلى درجته أم لا؟ لازم نشوف الأخصائي بالحالة النفسية شو راح يجاوبنا على هذا الجواب. راجع لكم.
الخوف والقلق من الامتحان يعد أمر طبيعي بالنسبة للطلبة، وهو مرتبط طبعا بمواقف الامتحان. ففي بعض الأحيان هذا الخوف والقلق يتحول إلى حالة اضطراب في النواحي الجسمية والمعرفية والعقلية والانفعالية للطالب. بالتأكيد احنا في مجالنا التفسيري لهذا النوع من القلق نقول أن جميع الطلبة يمرون بهذه المرحلة من القلق والخوف، وهم على مستوى واحد من ذلك. ولكن في بعض الأحيان ينقسم هذا القلق عند الطلبة إلى قسمين. القسم الأول من القلق اللي نعتبره هو القلق البسيط والاعتيادي، وهذا النوع من القلق طبعا يبعث في الطلبة يخلق لهم حافزا ودافع للاجتهاد والحرص على الأداء بشكل جيد، ويعتبر هذا القلق أمر طبيعي فلا يؤثر على أداء الفرد في الاختبار، ونقدر نسميه إحنا في بعض الأحيان أنه القلق الميسر. ولكن في بعض الأحيان يكون بعض الطلبة في حالة من القلق الشديد، وهذا القلق الشديد اللي نعتبره إحنا يعني قلق مرتفع ذو أثر سلبي معوق، يعني بالنسبة للطلبة يعني كثير من الطلبة يمرون بحالات من توتر الأعصاب، من حالات الانزعاج والرهبة، وهاي بالتأكيد يثير بهم استجابات غير مناسبة تكف استجابتهم للامتحان وتعطل قدرتهم على التذكر والفهم، وفي بعض الأحيان يصل إلى حد الإرباك رغم أن الطالب مستعد للقيام بأداء للامتحان بشكل طبيعي. ولتجاوز هذه المرحلة من المخاوف والقلق نبين ثلاث مراحل مهمة على الطالب أن يلتزم بها. المرحلة الأولى هي قبل الامتحانات بأيام، وهنا الطالب عليه أن يبدأ بدراسة المادة المطلوبة قبل أيام بشكل مناسب، وأن يضع لنفسه جدولا للقراءة والمراجعة والتقييم ووضع الأسئلة أثناء القراءة. طبعا الأسئلة للمادة التي يصعب عليه فهمها، ومراجعة مدرس المادة لغرض الاستفسار من عنده ومحاولة الحصول على الإجابة الصحيحة. الدراسة المبكرة أثبتت البحوث والدراسات أنها تعين الطالب على تجاوز أزمة الامتحان. المرحلة الثانية هي قبل الامتحان بيوم، وهاي دائما احنا نأكد عليها، نقول على الطالب أن ينام مبكرا ولا يتعاطى المنبهات بكثرة في هذا الوقت، وعليه أن يستيقظ مبكرا لكي يراجع، لكي يكون مستعدا ومتهيئا للذهاب إلى الامتحان. فضلا عن ذلك لابد من أن يجمع احتياجاته الأساسية من أقلام، من مبحات أو أي شيء آخر ممكن أن يأخذ وياه، بعض الملخصات البسيطة، الخرائط الذهنية اللي أعدها، وأيضا حتى يستطيع الوصول إلى مركز الامتحاني بسهولة ويسر ودون إعاقة. وعليه أثناء هذه الفترة أن يستمع إلى الموسيقى مثلا ويكون مسترخيا، وبذلك يستطيع الذهاب إلى الامتحان بشكل جيد ويصل في الوقت المحدد. المرحلة الثالثة هي أثناء الامتحان، وهذه مهمة جدا بالنسبة لأبنائنا الطلبة، وهنا لابد أن يعرف مكان الجلوس مالته، وأيضا يدخل إلى القاعة في حالة من حالات الهدوء وعدم الإرباك، وأن يعتمد على نفسه ولا يعتمد على الآخرين خاصة السلبيين من الطلبة. وحينما يجلس على المكان المخصص له للامتحان عليه أن يجلس بطريقة معتدلة ويشوف بها راحته، وعليه أن يتنفس بعمق ويحاول أن يشد عضلاته أولا ثم يرخيها مرة ثانية. فضلا عن ذلك لابد أن يغمض عينيه ويعد من الواحد للعشرة لكي يعطيه هذا التمرين فرصة للتركيز. دائما خلي الطالب حينما
يجلس في مكان المناسب عليه أن يفكر بأنه سيجتاز هذه المرحلة من الامتحان لأنه قرأ بشكل جيد وهو مستعد لذلك. وقبل أن يخرج من قاعة الامتحان وتسليم دفتره عليه أن يراجع بأنات ليكون ترك سؤال أو فرع دون إجابة، وعليه أيضا من يجاوب على ورقة الامتحان أن لا يهتم بالآخرين. هذه النصائح والإرشادات أنا أعتقد ستجعل طلبتنا الأعزاء يشعرون بحالة من الهدوء بعيدا عن التوتر والقلق الشديدين. بعد ما استمعنا للإجابة مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى نقطة أخرى وأيضا هي نقطة مهمة جدا تأثر على الطالب، هي الأهل وضغط الأهل على الطالب. يعني مجرد ما وصول الطالب إلى هذه المرحلة الحساسة نشوف الأهل يخافون على الطالب، يحاولون إنه هم يوفروا كل سبل الراحة، وهناك نوعان من الأهل. هناك أهل يحاولون يضغطون على الطالب وتهديده إنه هو راح ينقطع عليه المصروف اليومي، إنه أنت يسمعون كلمات وعبارات هي تخليه إنه يقل الحافز ويقل الحماس بإداء الامتحانات، مثلا إنه أنت ما راح تجيب درجة عالية، أن أنت فلان أحسن من عندك، ابن عمك أحسن من عندك، هذا يعني جاب معدل عالي، تفاصيل كثيرة هاي تخلي أنه يشعر بالإحباط. نوعا آخر من الأهل هم اللي يحاولون يحمسون الطالب أكثر من اللازم، باعتبار أنه أنا راح أشوف حلمي بيك، أنه أنت راح تجيب معدل يعني أرفع راسي بيك، يعني سواء البنات أو الولد، وهذا طبعا يضيف للطالب عبء آخر، للعبء اللي هو متحمله من ضغط الامتحان بحد ذاته. فهنا نشوف الأهل متناسين أنه هذا الطالب هو اللي يريد يحقق حلمه وليس يحقق حلمك أنت أو حلم الأم أو الأب. فهذه تفاصيل كثيرة يجب التركيز عليها لمرحلة السادس الإعدادي. طبعا من الأمور اللي يسعى إلها الأهل هم حبا بأولادهم، حبا أنه وصولهم إلى مرحلة عالية، ومن الأمور اللي يركزون عليها حصول الطالب على معدل عالي في سبيل الدخول إلى مجموعة الطبية أو الهندسة أو يعني القانون. يعني هذه النقاط وهذه الأمور اللي هي تكون إلها مكانة بالمجتمع، إلها سمعة حلوة بالمجتمع، بالإضافة إلى مردودها المالي. فيسعون الأهل إلى وصول أبنائهم إلى هذه المرحلة، لكن بدون أنه يحصلون على الاختصاصات الأخرى، كأن تكون في التربية، كأن تكون بالعلوم، يعني تفاصيل كثيرة، باعتبار أنه هي ما إلها دور في المجتمع، ما راح تثبت نفسها بالمجتمع. وهذا كله بسبب الحكومة، بسبب القائمين على العملية التربوية والعملية التعليمية، لأن ما خلوا أنه هم يكون لهذه الاختصاصات ولكل بقية الاختصاصات تكون هي إلها يعني تعيين مركزي، يكون إلها وظائف مخصصة حتى تعمل تسوية لكل الطلاب. مشاهدين الكرام، طبعا من طقوس مرحلة السادس الإعدادي هو دخول الطلاب إلى المعاهد الأهلية أو المدرس الخصوصي. ليش معتبرين أن المدرس الخصوصي أو المعاهد الأهلية تدريسهم أفضل، بالتالي راح يجيبون درجة عالية ومعدل عالي أهلهم إلى دخولهم مجموعة طبية أو الهندسة أو القانون أو الاختصاصات اللي تكون إلها منفعة للطالب نفسه. طبعا كثير من الطلاب ما عندهم إمكانية أن هم يدخلون مدرس خصوصي، ما عندهم إمكانية يدخلون معاهد أهلية، ليش؟ تكلفتها عالية. وهنا نشوف المدرسين طبعا أخذوا هذه المرحلة وحاولوا أنهم يكون متاجرة بمسألة السادس الإعدادي ومسألة أن الاختصاص أنه هو يدرس السادس الإعدادي، خلاص أنه هو مدرس خصوصي بهذا الاختصاص اللي هو يفضله أو هو المدارس عليه، بالتالي راح تكون هناك منفعة للأستاذ. هنا أن بعض الطلاب ما عندهم الإمكانية أنه هم يدخلون هذا المدرس الخصوصي، نشوف أنه الطلاب عندما يسمعون أنه هذا الطالب ما داخل مدرس راح يقولوا لأنه أنت ما راح تنجح، أنه أنت ما راح تجيب معدل، ترى المدرسة تدريسها مو زين. يعني متناسين أنه أكو مدرسة حكومية، أكو مدرسين بالمدرسة هم اللي وصلوا لك المادة، هم القادرين على شرح وإيصال المادة بكل سهولة إلى الطالب. المشكلة وين؟ المشكلة أنه الطلاب ما يحاولون يركزون بالمدرسة مثل تركيزهم بالمدرس الخصوصي. يعني لو الطالب ركز وحاول أنه هو يفهم المادة، حاول أنه هو يخلي باله مثل ما نقول إحنا بالعامية وكل طلابنا أنه خلي بالك ويا المدرس، حاول أنه أنت تستوعب المادة، بالتالي راح تنجح راح تفهم. هنا لا، يصير تركيزهم فقط ويا المعاهد والمدرسين الخصوصيين.
كثير من الطلاب شاهدناها بالمراحل أو بالسنوات المضت، هناك طلاب يعني إمكانيتهم متوسطة أو أقل من المتوسط، مداخل المدرسين، لكن حاولوا باعتمادهم على المدرسة وتدريسها يجيبون معدلات عالية وممكن تأهلهم إلى الطب. من الأمور الأخرى اللي شاهدناها بهذه السنة، بعد ظهور كورونا دخلت مرحلة الانتساب إلى المدارس، أنه ممكن أنه أنت تسوي انتساب، ممكن أنه أنت تداوم فقط في فترة الامتحانات. من الأساليب اللي اتبعتها الأهل في سبيل حصول أبنائهم على معدلات عالية أنه يجيبون من أخصائي أو من طبيب أو من مستشفى تقرير طبي يثبت أنه ابنهم أو بنتهم بهم حالة نفسية أو بهم اكتئاب أو يعانون من مرض معين يمنعهم من مواصلة الدراسة في المدرسة الحكومية، بالتالي راح يحصل على الانتساب. من حصوله على الانتساب راح هذا الطالب نفسه أهله راح يخلوه بمعاهد متخصصة حتى أنه هو يكون تركيزها أفضل، بالتالي يجيبون معدلات أكثر. نتمنى على التربية، نتمنى على المختصين بهذه المسألة أنه يرون الأهمية لهذا الموضوع، يجب التركيز عليه يعني بحذافيرة، لأن هنا الموضوع خرج عن نطاق السيطرة. من الأسئلة اللي تسأل من كثير من الطلاب أنه هل فعلا المدرس الخصوصي هو القادر على إيصال المادة وقادر على تحقيق حلم الطالب وحلم الأهل بحصوله على معدل أهله إلى المجموعة الطبية؟ هل المدرسين في المدارس الحكومية غير قادرين على إيصال المادة أم ماذا؟ تعالوا نشوف الجواب راجعكم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة. يجب أن تكون المعالجات حقيقة يعني حقيقية ورئيسية وصادقة ويعني واقعية. يعني عذرا، الموضوع يعني يجب أن تكون مناقشته بشكل جذري، يعني يجب أن نبدأ بالقائمين على هذه العملية، بالمشرفين الذين يتحملون المسؤولية، منهم التي أنيطت له هذه القضية، مثل ما عندما نقول المعمل بمشرفه، المزرعة بمزارعها، الوحدة بآمرها، الدائرة بمديرها، الوزارة بوزيرها. أخي الكريم، مليارات دولارات انصرفت على الأبنية المدرسية، لكن حقيقة يعني ماكو تناسب. يعني كان إن أجرينا مقارنة بين المبالغ التي صرفت هذه السنوات وبين الواقع الحالي للأبنية، وجود حقيقة شتان وتناقض كبير. فبدءاً أتمنى أن يكونوا القائمين على هذه العملية أو كل العمليات أو كل الحقيقة مفاصل الدولة أناس هم محل الثقة والنزاهة والشرف. هذا جانب. الجانب الثاني أخي الكريم، ترى كثافة حتى بالدوام الثلاثي كثافة بسبب شحة الأبنية، بسبب استهلاك الأبنية، بسبب ضيق الأبنية. هكذا الحال أخي الكريم، الأبنية بشكل عام. ايضا اكو حقيقه واقع اخر، تختلف الابنيه من منطقه الى منطقه، المناطق الشعبيه اكثر كثافه واكثر حقيقه وضع صعب وحرج، مثلا الحسينيه، يعني مناطق شرق بغداد، مدينه الصدر، العبيدي، غيرها، مناطق الاخرى لربما في الكرخ مثلا ابو الشير او المناطق الاخرى. نعم، هذا واضح والواقع يعني الكثافه موجوده، وطبعا بلا شك هذا له أثر كبير على سير العملية التربوية أو التدريسية بشكل عام، أثر كبير على الواقع المعنوي والاعتباري للمعلم أو المدرس. مشاهدينا الكرام، طبعا من النقاط المهمة التي يجب الركز عليها بحلقتنا لهذا اليوم، طبعا إذا أجينا قارنا الموضوع السادس الإعدادي وحصول طالب على معدلات بين السنوات المضت وبين آخر ثلاث سنوات اللي هي أقصد بها سنوات كورونا، نشوف هناك قفزة كبيرة بحصول الطلاب على معدلات، هناك أعداد كبيرة حصلت على معدلات عالية. كورونا لكل دول العالم هي اعتبرت نقمة، لكن في العراق وتحديدا للطلاب اعتبرت نعمة، بسبب أنه كل الطلاب اللي تارك دراسة اللي هو مستوى متدني أو متوسط، يعني تارك دراسة رجع دراسة، المتدني حاول أنه يكون يتفوق بالدراسة بسبب الدوام كان متقطع، ويعني الدوام كان أغلب إلكتروني، الدروس تدرس عن طريق الإنترنت. هنا
موضوع يعني نتابع بعض الشك والفضول كيف انه دا تجرى هذه العمليه. نحتاج الجهات المختصه انه هي تنتبه على هذا الموضوع اكثر. اذا جينا حكينا عن اخر سنه اللي هي نقصد بها 2022، نشوف هناك اعداد كبيره من الطلاب حصلوا على معدلات عاليه، اغلب الطلاب حصلت على 90 فما فوق. هنا قد ما كان الطالب فرحان، قد ما كانوا الاهل فرحانين بحصول اولادهم على هذه المعدلات العاليه، لكن فاجأوا بقرار انه ارتفعت معدلات القبولات في الكليات المجموعه الطبيه والهندسه. يعني هسه المجموعه الطبيه ما تقبل لك 95 94 98 من 99 فما فوق. هنا الطالب انصدم بهذا القرار، وهنا نريد نشوف كيف راح تستوعب الكليات هذه الاعداد الغفيره من الطلاب اصحاب المعدلات العاليه، شلون راح يتم التعامل معهم. طبعا بعض الطلاب قالوا ان احنا نروح للتعليم الموازي. التعليم الموازي في العراق معناته انه مجموعه الطبيه تقل يعني 3 درجات عن المعدل اللي مطروح من قبل الكليات الحكوميه، حتى لو ان كانت تريد تستوعب 10% ما راح تستوعب هذا العدد. فهنا الموضوع بحاجة إلى تدقيق، بحاجة إلى وجود حل سريع. المشكلة وين؟ المشكلة هناك خريجين كثيرين من السنوات السابقة، وحتى يعني اللي حاول إنه يحصل على معدل عالي. مشكلة وين؟ مشكلة إنه قلة المستشفيات أو عدم استيعاب المستشفيات ومستوصفات المراكز الطبية لهذا العدد. هنا محتاجين إلى حل جذري. إذا جينا قارنا هذا الموضوع مع بقية دول العالم، نشوف أنه بالعراق لا يعطى للطالب حق أنه هو يختار التخصص اللي يرغب به، حق أنه هو يختار اهتمامه وحلمه يعني ويحققه، سواء من الأهل. الأهل يرغبون بتحقيق حلمهم وليس حلم الطالب اللي هو يسعى إليه. دائما ما نشوف أنه الطالب يسعى لتحقيق حلم الأهل. إذا جينا سألنا الطلاب والمتخرجين أو اللي موجودين بكليات، نشوف أنه يقول لك لا، هذا مو حلم، حلم الأهل أو حلم والدي أو حلم والدتي. فهذا موضوع. موضوع الآخر أنه أيضا نظام التعليم في العراق ما يسمح للطالب أيضا يختار تخصصه أو يعني الاهتمام بالتخصص والحلم اللي يرغب به. لا، الدرجة هي اللي تقيم وهي اللي تحدد الطالب أي كلية يرغب له. طبعا إذا جينا حكينا أنه الطالب مثل ما ذكرنا يمر بمراحل طويلة من الدراسة، لكن مجرد وصوله إلى مرحلة السادس شوف تتغير الآلية لعمل عليها والتفوق وغيرها من التفاصيل. لأن قلنا بعض الطلاب ينتابهم الشعور بالخوف. بقية دول العالم لا، ما عندهم شيء اسمه بكالوريا، ما عندهم شيء اسمه امتحان وزاري، اعتبار ان السادس مرحلة عادية كأي مرحلة أخرى. لكن المشكلة وين أو المفارقة وين؟ المفارقة أنه بيئة الدول الأخرى بعد خروج الطالب من السادس هو الطالب يختار المجال اللي يرغب به. مثلا اختار مجموعة طبية، يروح يقدم على الكلية المختصة بهذا المجال، يحاول أنه هو يقدم استمارته ويقدم تفاصيله. الكلية راح تعطي مجموعة من الكتب على أساسها راح يمتحن، راح تكون هناك سنة تحضيرية وراح يمتحن بهذه المواد اللي تعطى إليه من قبل الكلية، من خلالها راح يقدم وعلى أساسها راح ينتظر القبول في هذه الكلية. بالعراق ماكو شيء، احنا عندنا المواد نفسها هي اللي حتوديك لو ساد لو كلية طب لو هندسة لو قانون لو علوم لو حاسب وتفاصيل كثيرة. بخد دول العالم ما عندهم هذا النظام. من الأمور الأخرى، بقية دول العالم ما يؤمنون بالشهادات وبالدرجات. احنا بالعراق هنا نؤمن بالدرجة قبل كل شيء، منعر أهمية للدرجة. شلون جتي، شلون حصل عليها الطالب، وشلون كانت انه هي بهذه الآلية اللي عمل عليها. لكن دول العالم يهتمون بالتعليم والمهني والتقني اكثر من حصول الطالب على درجة عالية، باعتبار انه يعني يستفادون من الطالب بمراحل المهنية، باعتبار انه بلدهم يسعى الى تطوير هذه المهارات. اذا مرحلة السادس الاعدادي بحاجة الى نوع من الدراسة. اذا احنا يعني نبحث ونسعى الى مواكبة التطور الذي يحصل في كل دول العالم، بحاجة الى تطوير هذه الآلية وتطوير هذه المرحلة، بحاجة الى مواكبة التطور حتى نسعى الى يعني تقويم مرحلة السادس الاعدادي، نسعى الى
يعني نبرز المهارات فعلا، نبرز أصحاب الاختصاص وأصحاب اللي يستحقون دخول المجموعة الطبية والمجموعة الهندسة أكثر من بقية الطلاب، بحاجة إلى وقفة جادة حتى ندرس الموضوع من كل الجوانب. طبعا مشاهدين الكرام، كان رأي المواطن يعني دور بحلقتنا لهذا اليوم، وكان حاضر ب يعني آرائهم بما يخص مرحلة السادس الإعدادي، كان عندهم طلاب هذه السنة أو أقاربهم، شلون حاولوا يتعاملون مع الطالب، شلون حصل على المعدل، وكثير من التفاصيل. نشاهد الاستطلاع وراجعين. والله هي مرحلة السادس الإعدادي بالعراق إنه أكثر الطلاب يعني يعانون من كثر الأسئلة كلها الصعبة، أما يعني والضغوط مثل من الضغوط المادية والمعنوية، ماكو شخص انه اللي يشجعهم على هذا الشيء. الدروس الخصوصية تجارية، يعني مثلا المدرس ونفسه اللي درس بالمدرسة ياخذ اغلب الطلاب خصوص في سبيل المادة الفلوس. حسب رأيي ما اعتقد انه راح يأهل على هذا الشيء، انه مجرد هاي تجارة. البكالوريا انه من يسمع بيها الطالب يتخوف، فأنا مثلا اذا قرأ وترك مثلا العاب على صفحة فيفكر مستقبله راح يصير شيء سهل عنده. والله مرحلة السادس صح شوية صعب وبي صعوبات، بس يعني الواحد لمن يقرأ ويحاول ويجاهد يقدر يوصل للشيء اللي يريده، يعني ماكو شيء مستحيل. المدرسين الحكوميين بالمدرسة والله يعني هم يدرسون بس ما يذبون حيلهم بكل قوة، يعني تدرس شلون ما كان ويعوفنا ويروح، يقول لك بعد انت ادرس على اليوتيوب دبر وضعك. اما بالمعهد يذب حيله كل قوة يعني. والله مرحلة حلوة هي، بس واحد صعبة علاق، ما حد يسهلها، عندهم فوبيا من عدها، بس هي سهلة اذا واحد يقرا وشد حيله، ما قبل شيء صعب بهالدنيا هاي. بسبب المجتمع مرحلة صعبة واصعب مرحلة، بالعكس اذا يقرا وشد حيله سهلة. طلاب السادس بالنسبة لهم اذا كان تطبيقي احيائي علمي وادبي، طبعا بالعراق عندنا مشاكل هواية بسبب اولا المدارس الحكومية، ثانيا المدارس الاهلية، باتت المدارس الاهلية افضل بكثير من المدارس الحكومية، والسبب انه المدارس الحكومية ما بها صيانة ولا بها مقاعد مرتبة للطلاب، بحيث الكل ده شوفهم اتجاههم ده يكون للمدارس الاهلية. وطبعا بالنسبة للدراسة ايضا المدارس الاهلية افضل، لان تدريسهم صح انه الاستاذ هناك ياخذ نسبة اقل او راتب اقل من الحكومي، لكن الحكومي معاناة كل الطلبة. يعني إذا شوفين هسه احنا بالنسبة لمدارس الكرادة، أنا ابني رابع خامس سادس في مدرسة صنعاء الأدبي، حاليا سادس، صراحة يقول مكان ماكو. من رحت مدرسة صنعاء من الأربعينات أو الخمسينات مخرجة يعني أجيال وأجيال، يعني مكان ماكو للقعدة ولا بها صيانة، يعني ساعة الساعة تتفلش على الطلاب. فيعني طالب عنده مستقبل وما تعرفين شنو هو مستقبل، يريد يروح قانون، ممكن يروح أي قسم أو أي اختصاص، فتخيل هو ما عنده مكان، فكيف دا يتأهل إنه هو إحنا نأهله يصير مستقبل ويبني مستقبله وإحنا أصلاً ما باني له مكان يقعد به أو مكان يدرس به بحرية. هذه المرحلة مثل ما يقول مرحلة مصيرية، فأكو طلاب هواي خطية، يعني شلون يعتمدون على الأهل بأن إنه أنا لازم تخلوا لي دروس خصوصي، أنا لازم أمور، وأكو لا طالب يعتمد على نفسه. صراحة فقلت لك المشكلة إنه الطالب دا يصير عندهم تخوف نفسي، دا يصير عندهم حالات نفسية، وشفنا كثير من الطلاب انه من تجي النتيجه مالته احتمال مكمل احتمال راسب دا يولد عنده حالات نفسيه، لان شاف جماعته طلعوا درجات اعلى، فهذه يعني تخليه يتاذى نفسيا. دول العالم اصلا الدراسه شيء ثانوي، احنا لا، الدراسه شيء مهم، وعلى فكره مو بس الاهالي اكثر شيء احنا نصعبها عليهم، لان انت لازم تكون اكفأ من غيرك، انت لازم تكون افضل. يعني انا من الناس اقول لابني ابن خالتك سنه علمي انت ادبي لازم اشوفك باعلى. صراحه احنا الاهل يعني كلش دا نسوي يعني دا نضغط على الطالب بسبب الظرف اللي احنا به. ليش السبب؟ لان احنا نريده ياخذ شهاده حتى تفيده بالمستقبل، لان بالعراق المشكله انه هو اللي عنده شهاده اليوم ما دا يحصل مكان او يحصل عمل او يقدر يصنع نفسه، فلذلك احنا دا تصير ضغوطات من الاهالي والطالب دا يوقع بيها مثل ما قلت، من كثر الخوف والارتباك دا يعيد مرتين وثلاثه، ومن يشوف نفسه فاشل، هو على فكره مو فاشل، هو المنهج، المدرسه، الوضع. أما الأسئلة من تسمعين أنه طالب فترة امتحان وتخيل أنه سمع الأسئلة طلعت، يعني هذه شو تسوي به؟ فراح يساوى اللي دارس واللي ما دارس، اللي تعبان واللي ما تعبان واللي أهله تعبانين عليه، ومثل ما يقول ذابين
ضيم قلبهم او كل الفلوس على مود يصعدوه او يصير مرتبه، فاكيد هاي راح تولد عنده انخفاقات ومو بسهوله يطلع من السادس. اذا مشاهدينا الكرام، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب التركيز على بعض النقاط. يجب ان يكون نظام الامتحانات خالي من مافيا الوسائل غير العاديه والفساد والاكراميات الغير قانونيه. ثانيا، يجب على اولياء الامور والكادر التدريسي وكل من يهمه الامر ان جعل المرحله السادس الاعدادي مرحلة عادية كبقية المراحل وليس مرحلة حياة أو موت. وأخيرا، يجب على الحكومة إيجاد حل للخريجين، ويجب تفعيل موضوع التعيين المركزي في كل الاختصاصات حتى يكون كل الاختصاصات متساوية وما يكون هناك تفضيل قسم على آخر. إذا المشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج ليش لا. إلى اللقاء.